عندما أريد أن أبحث عن مسألة دينية أرجع لتراثنا، لكن عندما أريد أن أبحث عن مسألة دنيوية ما الذي جعلنا متخلفين والآخر مزدهرون، هو لابد أن أجده عند الآخرين وليس في تراثنا. عند من هم الآخرين؟ الآخرين هم الغرب بدون الغرب شك. نعم الغرب وليس الشرق. الشرق الآن هو مقلد، يعني عندما نأتي لليابان نجد أنه لولا انفتاحه على ثقافة الغرب لبقي متخلفا أيضا. الإنسان العربي مطموس الفردية في هذا المجتمع، ولهذا تحركه. ايش تقصد مطموس الفردية؟ ليس قادرا على أن يفكر تفكيرا مستقلا، ولهذا تجد أنه دائما يرفض ما يرفضه المجتمع ويقبل ما يقبله المجتمع، ولهذا بقي يعني روح الجماعة مثلا هي السائدة، هي روح الإمعية، روح القطيع، وليس بعد الجماعة فقط. هي روح القطيع الذي لا يستطيع أن يخرج من الأسر العام الذي من الثقافة السائدة. يعني ما يعتبره المجتمع جيدا يعتبره هو جيدا، لا يستطيع أن يفكر تفكيرا مستقلا وأن يستفيد من من من, من ثقافات الآخرين. هو غير قادر على أن يخرج من النطاق الذي ضرب عليه منذ طفولته. طيب هل يجب أن يكون الفرد العربي مثلا متمردا؟ لا ليس متمردا، ليس متمردا، وإنما يجب أن يبحث عن الحقيقة، ألا يلغي ذاته ويندمج ويذوب في القطيع.